بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. اول بطولات المارينجا ريال مدريد كاس ملك اسبانيا على حساب اوساسونا 2-1 عن طريق الفتى المدلل رودريجو سيلفا، وخير استعداد لقبل نهائي دوري ابطال اوروبا بيبي جوارديولا لمواجهه ناريه، والشيء بالشيء يذكر النهارده بيبي جوارديولا بيتصدر الدوري الانجليزي وهو على عرش الكره الانجليزيه بفوزه على ليدز يونايتد. الفرقتين عال العال، ده طالع ببطوله وده متربع على عرش الكره الانجليزيه. نحن على موعد مع نهائي مبكر لدوري ابطال اوروبا، ونيجي لريال مدريد واول القابه على حساب اوساسونا وتالق كل كتيبة ريال مدريد إلا كريم بنزيمة، ولا تأمن مكر كريم بنزيمة. وكريم بنزيمة رغم عدم تألقه النهاردة بيبقى اللاعب الفرنسي الوحيد اللي أحرز 33 بطولة في عهد ريال مدريد. حلقة قوية جدا، حلقة نارية. وقبل ما نتكلم في حلقتنا عايزين نقول لجماهير قهوة الخواجة، انزل دوس على لايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دخل كارلو أنشيلوتي نهائي كأس ملك أسبانيا ولا بديل عن الفوز لرفع الروح المعنوية للاعيبة ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمواجهة المرتقبة أمام بيبي جوارديولا في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. لا بديل عن الفوز، خصوصا أن أنت ما خسرت الدوري الإكلينيكيا برشلونة بطل الدوري الأسباني، فلا بديل عن الفوز علشان تخش مباراة ريال مدريد تخش مباراة بيبي جوارديولا وانت في أحسن حالاتك. النهاردة تألق جميع لاعيبة ريال مدريد خصوصا جونيور فينيسيوس. فينيسيوس جونيور النهارده عمل كل حاجه في الكوره. النهارده لما تيجي تلعب قدام جونيور فينيسيوس لازم تعمل فاول، لما تيجي تلعب قدامه لازم تضربه. وانذار شديد اللهجه من كتيبه ريال مدريد من كارلو انشيلوتي لجونيور فينيسيوس لرودريجو سيلفا صاحب هدفين المباراه والفيراري فالفيردي وكريم بنزيما وتوني كروس النهارده كان جنبه تشواميني وكما فينجا، وكما فينجا النهارده كان مدي حريه انطلاق لجونيور فينيسيوس رهيبه، كان مأمنه والاثنين لايقين مع بعض. ليه؟ عكس لما كان بيلعب مكان كامافينجا مندي ما كانش مدي الحريه دي، لان مندي كان بينطبق عليه ان الجانب الهجومي هو فينيسيوس الجانب الهجومي، وكان بتبقى شوارع في ظهرهم ولا ناتشو ولا اي حد كان بيقدر يغطي ولا ظهر في ظهر مندي وفينيسيوس. لكن النهارده كامافينجا لعيب رايق، لعيب عارف وجهات مركزه كويس، مدي حريه قال له هاجم ورقص انت وما تشغلش بالك. لما تبقى الكره مع جونيور فينيسيوس لازم مش هتاخدها لما تعمل فاول، لانك كده كده مش هتاخدها. فهي دي اللي معليه من قيمه جونيور فينيسيوس اللاعب الاسمر الجوهره اللي بيعمل دي انذار شديد اللهجه لكتيبه بيبي جوارديولا. وهتبقى معركه ناريه بين الاثنين. قلنا ريال مدريد حسم اللقب النهارده على اوساسونا اللي احترم نفسه واحترم تاريخه وما رضاش يفتح الملعب رغم تقدم رودريجو سيلفا في اول المباراه بالهدف المبكر، لكن برضو امن دفاعاته وقدر ان هو يتعادل ويرجع تاني عشان نفس اللاعب رودريجو سيلفا هو اللي يحرز هدف الفوز للمارينجا ريال مدريد. لكن انا بتكلم على نهائي مبكر لدوري ابطال اوروبا وخير الاستعداد بين الاثنين، واحد طالع ببطوله، واحد النهارده متصدر الدوري الانجليزي بفارق 4 نقط عن الارسنال، وهتبقى معركه في نص الملعب. يعني انت بتتكلم في برناردو سيلفا، بتتكلم في كيفن دي بروين، بتتكلم في جوردوجان، بتتكلم في جاك جرينيتش في رياض محرز في الدبابه، هالاند الناحيه الثانيه حدث بلا حرج رغم غياب قطره لوكا مودريتش، بس توني كروس وجنبه تشواميني وجنبه كما فينجا، والناحيه الثانيه فالفيردي وقدامه رودريجو سيلفا، وعندك جونيور فينيسيوس، عندك كريم بنزيما. مباراه نار يا حبيبي نار. فوز ريال مدريد النهارده وهو عينه على دوري ابطال اوروبا، لان احنا عارفين ان الوريث الشرعي لدوري ابطال اوروبا بالارقام يا حبيبي بالارقام ريال مدريد 14 لقب وبيبحث عن النجمه ال 15. لكن الناحيه الثانيه بيبي جوارديولا ما تستهونش، النهارده هما الاثنين اللي فرضوا علينا ان احنا نتكلم بيهم، هو فوز بيبي جوارديولا وتربعه على عرش الكره الانجليزيه، وكمان ريال مدريد لما يكسب النهارده ملك اسبانيا في بروفا هي قبل مباراه ريال مدريد بالظبط بثلاث ايام، يعني النهارده السبت وعندك يوم الثلاث مباراه
القمة بين ريال مدريد وبيبي جوارديولا، فوز رفع روح معنوية لريال مدريد النهاردة بفوزهم على أوساسونا، وتحداك إن ريال لعيبة ريال مدريد كانت شايفة أوساسونا كانت كلها عينيها على بيب جوارديولا، ولازم تديله إنذار شديد اللهجة لأن تفرق كتير جدا 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 فوزه بكأس ملك أسبانيا الغائب عن دولاب المارينجي عن وجودك في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وأنت مش بطل كأس أسبانيا. كان لازم وحسن حظ ريال مدريد هو توقيت المباراة، توقيت المباراة كان سلاح ذو حدين، يا تكسب البطولة يا تكسب البطولة كأس ملك أسبانيا على حساب أوساسونا وتخش قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، اما تيجي تلعب ريال مدريد بيبي جوارديولا وانت رافع روحك المعنويه مرتفعه، لكن بيبي جوارديولا ما بيسيبش حاجه للظروف، في نفس اليوم بيتصدر الدوري الانجليزي علشان الاثنين يدونا روح معنويه عاليه جدا ويمتعونا باحلى مباراه في دوري ابطال اوروبا. قلنا نهائي مبكر، هو اللي هيكسب هياخد البطوله مع احترامي لكاريتشو واي سي ميلان وانتر مينزاجي، مع احترامي ليهم لان الاثنين هم دول القوتين العظمى في الكرة. بيبي جوارديولا مكسر كل الأرقام القياسية النهاردة، بيحقق الفوز 15 على التوالي، والنهاردة ريال مدريد كل لعيبة ريال مدريد بتتألق من عند كارباخال لميليتاو لتشواميني لتوني كروز لكامافينجا لفيلفاردي لرودريجو سيلفا صاحب هدفين المباراة، وكريم بنزيما النهاردة ما كانش في أحسن حاجة، ممكن يكون كمين يا أبو إبراهيم والجوهرة جونيور فينيسيوس. ألف مبروك لجماهير ريال مدريد، ألف مبروك للمارينجي فوزوا بأول لقب السنة دي، وإحنا على موعد مع نهائي مبكر، نهائي كأس عالم، قول نهائي دوري أبطال أوروبا، قول ريال مدريد كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا وعصابته، كل منهما عصابتين المافيا هتولع في بعضها في دوري أبطال أوروبا. ورب الحلقة تكون عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. تحياتي أحمد الخواجة، حبيبي يا خواجة.